وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، أرحب بكم وبحضراتكم من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن انطلاقة الشوط الخامس للأبكار الثنايا المحليات. على بركة الله بدأ هذا التحدي وبدأ هذا الانطلاق. لنتابع مباشرة المركز الأول، لأتابع ثريا منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري يقدم لنا ثريا في هذه اللحظات مع المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع القادمة مع المركز الثاني أتابع الهدى سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين يقدم لنا شعاره. المركز الثالث أتابع سرابة سعيد بن شطيط بن شلبود الخيلي، بينما الانتقال إلى المركز الرابع لأتابع صدمة غانم بن فارس الفندي المزروعي مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الهبيبة سعادة حميد بن سعيد النيادي يقدم لنا شعاره، يقدم الهبيبة. بينما المركز السادس أتابع القدوم أتابع الحضور في هذه اللحظات، الحذرة هي القادمة، عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي قادم في هذه اللحظات. المركز السابع القادمة اليافل علي بن جمعة بن علي آل رحمه الدرمكي هو الحاضر في هذه اللحظات. المركز التاسع أتابع البنكة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا شعاره، بينما المركز العاشر أتابع انطلاقة شواهين مبارك بن محمد بن سعيد بن معضد النيادي. هكذا هو النداء الأول للعشرة الأسماء للعشرة النجوم. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، إلى الصدارة في هذه اللحظات، إلى الانطلاق الأول لأتابع صدمة، صدمة مع المركز الأول. بل هنا الهدى سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين يقدم لنا شعاره، يقدم لنا الهدى في هذه اللحظات مع الانطلاق الأول. شعارك يا الخيارين. المركز الثاني أتابع الحذرة عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي يقدم لنا شعار الحذرة. المركز الثالث أتابع القادمة اليافل، اليافل هي القادمة علي بن جمعة بن علي آل رحمة الدرمكي هو القادم مع المركز الثالث. المركز الرابع أحضرت سرابة سعيد بن شطيط بن شلبود الخيلي يقدم شعاره، بينما المركز الخامس القادمة والحاضرة صدمة غانم بن فارس الفندي المزروعي، والنيادي قادم مع المركز السادس. المركز السابع ثريا منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. المركز الثامن أتابع البنك القادمة في هذه اللحظات، أتابع الفاتنة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي هي القادمة في هذه اللحظات. المركز التاسع أتابع انطلاقة وتحدي شوائين مبارك بن حميد بن بركي الأعداني، ولكن نعود للنيادي وشعاره، نعود للنيادي وإنجازاته
مع لوحة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، النيادي مع الهبيبة سعادة أحمد بن سعيد، النيادي يقدم الهبيبة مع الصدارة مع المركز الأول، النيادي والتاريخ يتحدث عن هذا الشعار، يتحدث عن هذه الإنجازات، يتحدث عن هذه البطولات، الهبيبة الهبيبة وأيضا الهدة، الهدة قادمة، بالرشيد قادم مع الفاتنة، النيادي تحرك وتحرك بالرشيد، الفوز وين؟ الناموس وين؟ ما بين النيادي ما بين بالرشيد، ولكن بالرشيد الفاتنة الفاتنة مع المركز الأول، خليفة بن سلطان بالرشيد السويدي يقدم الفاتنة مع الصدارة، غادر بالفوز، غادر بالانتصار وبالناموس. الله يا بالرشيد، الله يا بالرشيد، يقدم لنا الفاتنة مع النقطة الثالثة في هذا الصباح. الله عليك يا بالرشيد وعلى الفاتنة وإنجازات الفاتنة. سلام بالرشيد، سلام خليفة بن سلطان بالرشيد السويدي. المركز الثاني أوصلت الهبيبة سعادة أحمد بن سعيد النيادي. المركز الثالث ثريا منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. المركز الرابع أوصلت الهدى سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيرين. والمركز الخامس أوصلت سرابة سعيد بن شطيط بن شلبود الخيلي. إذا تهانينا والناموس لمالك الفاتنة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي بالرقم واحد، وهي عنوان للرقم واحد. التوقيت الزمني ولحظة وصولها 7:57، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الفاتنة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. بينما المركز الثاني الهبيبة سعادة أحمد بن سعيد النيادي، وتوقيت والزمني 7:59، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة أحمد بن سعيد النيادي. المركز الثالث أوصلت ثريا منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، وتوقيت والزمني 8:00 ثانية وحيدة، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا.